أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في لقاء إيماني علمي مبارك نبحر فيه في رحاب هذا الخلق، في رحاب هذه الأرض. هناك أيها الأحبة في كل شيء من حولنا سبحان الله آية تشهد على وجود الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما سر الذباب أيها الأحبة؟ الذباب أيها الأحبة تبين حديثا أنه مسخر لنا أيضا، سبحان الله، يعني حتى الذباب سخره الله لك أيها الإنسان. تبين أيها الأحبة أن هذا الذباب فيه مضادات حيوية أقوى من المضادات الحيوية الموجودة حاليا في الأرض. عندما قامت باحثة أسترالية بالبحث عن مضادات حيوية قوية جدا، عثرت عليها أين؟ على جناح الذباب، سبحان الله، لأن الذباب يكون محمل بكميات كبيرة جدا من البكتيريا والفيروسات وكميات من المخلوقات الضارة جدا الدقيقة، فأودع الله هذه المضادات الحيوية ليقيها ولكي نستخرجها نحن ونستفيد منها نحن البشر. انظروا، هذا هو البحث أيها الأحبة الذي شكك فيه كثير من المشككين. هذا هو بحث الباحثة الأسترالية، حيث تقول إن الشفاء أو أنتيبيوتكس جديد وقوي جدا وفعال موجود على السطح الخارجي للذباب، سبحان الله. هذا بحث أيها الأحبة منشور ومعترف به عالميا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 3 مرات، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذه المضادات الحيوية هي الشفاء، سبحان الله. يعني النبي كيف علم بذلك؟ كيف علم بأسرار الذباب؟ الذباب ذكر في القرآن أيها الأحبة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، خطاب للناس المؤمن والملحد. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ماذا؟ ضعف الطالب والمطلوب، سبحان الله. يعني حتى الذباب ضعيف والإنسان أضعف منه قياسا لحجمه. لقد تبين أن الذباب أقوى من الإنسان بكثير قياسا لحجمه، وتبين أن دورة حياة الذبابة، يعني سبحان الله، الذبابة لها خصائص عجيبة جدا، تتكاثر بطريقة هائلة جدا، حتى إن أحد العلماء قال لو أن كل البيوض التي ينتجها ذباب الأرض، لو أنه قدر لها أن تتكاثر وتنمو جميعا لغطت الأرض بغلاف سمكه 3 أمتار من الذباب. ولكن الله تعالى ماذا؟ يميت معظم هذه البيوض ولا ينمو إلا القليل منها المناسب للبيئة والمناسب لحياة هذه الكائنات. آيات للموقنين.
عين الذبابة أيها الأحبة عينها آية من آيات الإعجاز، طريقة طيرانها آية من آيات الخالق عز وجل، سرعة المناورة لديها، الأعين مركبة تقوم بالتقاط آلاف الصور في الجزء الصغير من الثانية، في الميلي ثانية، جزء من الألف من الثانية، ثم تجمع هذه الصور في دماغها ثم تعرضها بالتصوير البطيء بالنسبة لدماغها، وتتخذ القرار سواء يعني المناورة أو الحركة، ولكنها سبحان الله حشرة قذرة. حتى إن ذبابة الفاكهة مسخرة لنا أيها الأحبة، هل تعلمون ذلك؟ لماذا؟ ذبابة الفاكهة فيها الشريط الـ DNA أو ما يسمى بالشريط الوراثي أو الحمض النووي داخل كل خلية من خلاياها، قريب جدا من الشريط الوراثي للإنسان سبحان الله. وبعض الأمراض التي يصاب بها الإنسان تصاب بها الذبابة، وهناك خصائص كثيرة مشتركة بين عالم الذباب وعالم البشر. ماذا فعل العلماء؟ يأخذون هذه الذبابة ذات القدرة العالية على التكاثر، ذبابة الفاكهة تتكاثر بسرعة هائلة، يعني آلاف الأجيال تستطيع أن تكاثرها، ثم يجرون ملايين الاختبارات عليها لكي يخرجوا بدواء جديد أو علاج جديد. سبحان الله، من يخطر بباله أن الله تعالى حتى هذا الذباب سخره لك أيها المؤمن وأيها الإنسان؟ ألا تشكر نعمة الله تبارك وتعالى الذي سخر لك كل شيء؟ الذي أولئك التطوريين يقولون إن الذباب وجد بالمصادفة وهو عبارة عن يعني حشرة لا قيمة لها جاءت نتيجة تطور طبيعي، ولكننا نقول إن الله هو الذي خلقها وهو الذي سخرها، وهو الذي قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سأل